شان بيقدر يرافق هالأطفال الفقرة ويخليهم يعتنوا فيه. أول شي بوشكي وهلأ هذا بيكو. أعمل اللي بدك إياه يا شاطر. حالة شان اليوم رح تسوق ورح تزيد يوم بعد يوم. لنشوف لأنت رح تقدر تعتني فيه. لكن بيكو هو بوشكي. شو عم بيصير عنا بالبيت؟ إذا ولد واحد من سونجاشي جنني، فكيف هلا إذا صاروا اثنين؟ هي فرحتي، لازم روح خبر الكل إنه طلعت بوشكي عنا. لازم فكر أكتر بهي الخطوة قبل ما خبر أي حدا بالعائلة، حتى حقق أكبر استفادة من وجودها. لهيك أنا لازم استنى الوقت المناسب لخبره، ولوقتها رح أخلي بوشكي بالبيت عادي. رح أستخدم هي الورقة لحتى كره الكل بشأن. شان يلا رح تتأخر على المدرسة. نيفيديتا. نعم عمي. وين شان؟ لساته نايم عمي. هلأ؟ ايه عمي، رحت مرتين على غرفته لحتى فيقه من الصبح، بس ما فاق معي. صدقني أنا صرت قايلت له أكتر من مرة إنه بهذا البيت الكل لازم يفيقوا بكير.